ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده فكره الفيديو مختلفه، هنعمل تحدي. هختار طقم من الاول للاخر وانا مغمضه عيني مش شايفه اي حاجه. وماما هتساعدني في الموضوع ده. انا هبقى شاهده وانتوا خليكم شاهدين. هتختار اي طقم اي طقم اي طقم هتلبسه وتنزل بيه الشارع، انزل بيه الشارع ايا كان. اوكي اوكي هنزل بيه الشارع وهشوف الناس هتبص لي ازاي. انا مستغربه يعني الموضوع هيبقى عامل ازاي بصراحه. بس خليكم معانا، وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا جماعه. دلوقتي ماما هتغمي لي عينيا، بس قبل ما تغمي لي عينيا هشرح لكم حاجه. انا هعدي ايدي على اللبس وانا مش شايفه طبعا حاجه، ماما هتكون مغميه لي عيني، وهفضل اعمل كده. واول ما تقولي ستوب هتقول في اي وقت اروح ماما هتسحب لي حاجه عشان ما احسش بيها واعرف ايه هي. وهبدا برضو كذلك في كل حاجه في الهدوم. ويلا بينا بقى وماما تعملي عيني. يلا بينا. انا متحمسه جدا للفكره اكتر منك، عايزه اقول لك. انا متحمسه وخايفه. خليكوا شاهدين اللي هتختاره هتنزل بيه. شايفه حاجه كده؟ لا. لو شايفه قولي شايفه. شايفه ولا مش شايفه؟ لا مش شايفه. طب يلا بينا. يلا دلوقتي اهو كده ضرب في البنطلونات. هو هيكون بيجامات. ايوه من غير ما تلمسي البنطلونات. اوكي يلا. ده البيجامات ما تعملش في مقلب. لا 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 مش هعمل فيكي مقلب، ما تقلقيش. يلا 1 2 3. طب ماشي طلعي. عايزه تطلعي. يا رب ما يكون اللي في بالي. يا رب عشان خاطري. يا رب دلوقتي هنختار القطعة التانية. ايه. اوكي هناخدها بقى من الحاجات اللي متعلقة. ماشي. هتمشي بايدك كده من فوق وانا هطلع الحاجة اللي انتي هتقفي برضه عندها. كده كده اصلا من فوق الشماعات مش حاسة بجد. مش هتحسي مش هتعرفي بامانة. لا هعمل مش شماعات. طيب مش هشوف. اوكي حاجة. ماشي يلا 1 2 3. ستوب. ده انهي؟ ايوه ماشي طبيعي. ماشي. صرت اقول زي الزفت مش عارفه ليه. طب تعالي عشان اختار جاكيت. ماشي. اوف لا مش هيبقى حلو عليه جاكيت، انا مش عارفه. طيب ماشي. دلوقتي هنختار جاكيت. أيه. بصي الجاكيت هتلاقيها في الاول خالص. ماشي انت تحطي ايدك كده من هنا كده وانت راجعه. اوكي يلا 1 2 3. ستوب. ده ايوه. اوي 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 انا خايفه. واو مش خاطري. ده انا عايزه اقول لك انك انت اخترتي حاجات اشوقك بقى احلى من اللي انت بتختاريها وانت مفتحه اصلا. لا ماما ما تظلمنيش. عايزه دلوقتي فاضل لنا الشنطه. هنجيب الشنط كلها وهنحطها وهخليها تختار منهم برضو شنطه عشان نبقى كملنا بقيه الطقم. ايوه جعتني. دلوقتي انا جمعت الشنط بتاعتك وحطيتها بالترتيب. يعني ايه؟ رقمناهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي انت اختاري رقم، والرقم اللي انت هتختاريه دوت هيبقى بيمشي بنفس ترتيب الشنط. وهنشوف بقى انهي شنطه اللي هتمشي مع الطقم. يعني هو الطقم لحد دلوقتي عايزه اقول لك تحفه تحفه تحفه. فكملي في الشنطه. ها تختاري كام من 1 ل9؟ يلا بسرعه. ها 8 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. انت متأكدة انك مش شايفة؟ اه. لا مش ممكن. ده الالوان، بصوا يا جماعة بصوا الالوان. يعني هي واخدة دوت مع ده. يعني لا ده مركبات. ده بجد بامانة ده انا كده على طول. انت متحمسة. دلوقتي يا جماعة احنا هنفتح عينين جوسي وهنشوفها بقى وهي متفاجئة باختيارها الجميل للطقم. مستعدة؟ لا. طب ايه مستعدة ولا مش مستعدة؟ ماشي. انت مالك قلقانة كده
هنزل بيها. استنى الاول اشيل الشنط ديت عشان ايه الطقم يظهر لها كله مره واحده. استني ما تفتحيش. مش فتحت علشان هتتصدمي باختيارك بصراحه. حلو ولا وحش يعني؟ انا شخصيا متفاجئه. انا بقول لك انا بعد كده خليكي تختاري هدومك كلها بالمنظر ده. ماشي. يلا بينا. هتنزلي بيه على فكره. في تناسق في الالوان مش طبيعي. انت بتحبي اصلا السويتر؟ ايوه بحب ده بس لوحديهم. بس على فكره هيمشوا مع بعض يعني تيشيرت مع السويتر حاسه ان في تناسق في الالوان فيعني لا هتلبسي الطقم قبل ما ننزل هتوريه لاصحابنا زي ما اتفقنا صح ولا لا؟ اوكي يلا قيسي الطقم بالشنطه بتاعته واستنونا بعد ما تلبسي الطقم هتوريكم شكله على بعض عامل ازاي. ما تروحوش في اي حته. طب والله صدقيني حلو جماعه. ثانيه الشكل مش عايز يدخل فيا عشان السويتشيرت ده تقيل ومش عايز هتنزلي بيه. اوكي خلاص هتغيري الجاكيت. طيب عشان مش عايز ادخل فيا انزلي بيها كده. اوكي مش عايز ادخل السويتشيرت ده تقيل. ايوه فعلا يا جماعه السويتشيرت عشان تقيل شويه ف ده ممكن يبقى مش عارفيني من تحت. الاثنين مع بعض مش ظابطين خالص. ممكن نقلع الجاكيت ونوريهم. بس صدقوني بجد يا جماعه الطقم شكله شيك جدا يعني. وطلعت مطقمه مع التوكه والحلقه مش عارفه ازاي بس أيوة. انا بحب البينك. لا بس بجد يعني التجربه انا شخصيا استمتعت بيها وهتعمليها معايا. استنونا ولازم هنعمل التجربه دي تاني والتحدي المره الجايه هيبقى عليا انا. استنونا في الفيديو اللي جاي. اوكي قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان انا شايفاكم عدى 5 عدات. كمان ما نزلتوش عملتوا لايك شايفاكم اهو شايفاكم. ويا ريت تكتبولنا في الكومنتس الطقم اللي اختاريته حلو والتحدي ماشي ولا ايه الدنيا. ويا ريت تقولوا في الكومنتس ما مش التحدي ده تاني. لا هنعمله تاني مش شخصية عجبني. عدى 5 عدات تكون عملت لايك وسبسكرايب وشير لازم. 1 2 3 4 5 اللي ما عملش هو حر. يلا باي.